هذول معاد على فكرة وما لهم واضحين. اوف اكره 95 مني. السلام عليكم، شلونكم يا اسطير؟ اليوم جبنا لكم فيديو جديد، رح نلعب الطور الجديد انا ومالك. رح نلعب الطور تبع الاسلحة غير محظورة، يعني كل الاسلحة موجودين من اول السيزون لاخر السيزون الحالي. حابب يشوف الفيديو لازكم مشاهدة ممتعة، ما تنسونا بلايك وتعليق حلو، وما تنسوا الكود ايتم شوب زوم 9393 ومشاهدة ممتعة. وهي اول جيم، هنشوف رح نحسن نفوز الجيم ولا لا. رح ننزل هون. انزل يا مالك، انزل يا مالك. مالك ماله هون؟ ننزل هون ونشوف. ويلي كم شخص؟ مليون واحد. او ولا ولا وين بدي اروح؟ لا 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 طول بالك. ولو شو هاد؟ جلدوني انا وطاير. ولا جلدوني انا وطاير. شو هاد يا اسطيرة؟ ان جد هذا الطور جد كتير صعب، كتير كتير صعب. يعني كل يعني كل الأسلحة موجودة باللعبة، يعني ما في ولا سلاح محظور، ما في ولا سلاح محظور. يلا المحاولة الثانية بنفس المدينة، نازلن. صادوني بالسما، بالسما صادوني. هلا بدي انزل افرم فرم. هلا بتشوفوا، شوفوا يا اساطير، سجل يا تاريخ، سجل الأسطورة نزل. ايوه ننزل بالمجمع هاد. او اسمع اسمع اسمع، تعال تعال فوق اللاما، تعال عند اللاما، عند اللاما في لاما. طيب خلص يلا انزل انزل هون. سجل يا تاريخ، سجل. شوف هلا الفرم، خد خد السلاح بسرعة بسرعة. هاي جوك جوك، اجا واحد، اجا واحد، اجا واحد. مو طبيعي. اوف يا اخي مو طبيعي معه هاي يا زلمة الكومباك، والله مو طبيعي. نرجع بالمحاولة اللي بعدها. يلا رح نجرب المحاولة اللي بعدها. يعني جد هذا الطور يجد يعني صعب، صعب الواحد يفوز فيه. هذا نفرم هالمدينة فرم. هلا سجل يا تاريخ، سجل المحاولة الثانية. نزل هون هون بالمجمع هاد. خلاص انزل طرف، انزل طرف، انزل هداك البيت. طيب سجل يا تاريخ، سجل. رح تجلد هدول الناس كلهم هلا عشان ما ننجلد بس لحنا. اوف هذا نازل لي بالشورت لعندي، نازل لي بالشورت. تعال تعال ندخل على هذا البيت. جيب جيب. لا 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 يا حبيبي، لا لا دير بالك، في واحد في واحد. سجل يا تاريخ، سجل. عم ننجلد. يلا اللي بعد اللي بعد، يلا الجيم اللي بعد. يلا هلا بننزل اول كم بيت. يلا المحاولة الثالثة بعد المئة. ننزل هون يا سيدي. هذا الطور لازم ما يسموه الأسلحة المحظورة، لازم يسموه اسم تاني، لازم يحظروه بس على الهاد. شو اسمه للعيبة اللي ما بيعرف تلعب يعني؟ طبعا مو لحنا. جد كتير كتير صعب. رح ننزل هون او ننزل هنيك. يلا روح روح هون. اوه والله نزلوا.
يلا انا لحقت. هو في واحد فوقك، سجل يا تاريخ سجل، رح ننجلدهم هلا. اوف اوف طول باله، ليش مست والله حرام. وين هو؟ لا يا اخي لا والله حرام، والله ضربت قبله، والله ضربته قبل، قتلته لهداك ليك وجلدته، نزلت على راسه من السما، والله ضربته هذا. كيف هيك ما مات يا اخي؟ اللعبة جد جد، هذا الطور مو طبيعي، هذا الطور مو طبيعي. المحاولة السادسة بعد المئة، ننزل هون، ننزل هون ونشوف شو راح يصير. الأسلحة الغير المحظورة، هي غير محظورة، هي غير محظورة، والله عم ننجلد. انزل بالبناي، بالبناي، سجل يا تاريخ سجل، اليوم راح نجلد، ننجلد اليوم، ننجلد هلا. مو طبيعيين يا اخ، مو طبيعيين. هاي هاي هاي، حلو هذا السلاح. اوه في ناس نزلت، يا بتلحق حالك يا بتنجلد. جب جب. اوه 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 المهم بيصبروا، ما عاد يجي لعندي، خليني اشرب، خلي يجي الزون، خلي يجي الزون، خلينا بس عبال ما ناخد نشرب الجقجق. انجلدوا كلهم يعني؟ في حدا فوقك، في ناس اجت. شو هالكذب؟ والله مو طبيعيين. وين هو؟ ما معي موارد. وين هرب ليك وعنده؟ ده وين هو؟ تحتك فوق، ضربني والله حرام، والله اكل ضرب ما كان مني، والله العظيم شو هالكذب؟ مو طبيعيين، مو طبيعيين، لعبهم والله بتحسن حريفة، مو طبيعيين. ما معنا موارد، ما معنا شيء. على المحاولة السابعة ننزل هون ونسجل يا تاريخ سجل، شو راح يصير فينا اليوم؟ نازل بناي جد، مو طبيعيين جد، هذا الطور جد صعب كتير، مو طبيعي، مو طبيعي. يا البنك أسرع من عندي يا أبصرش كيف، والله مستوياتهم عالية. أخذوه أخذوه. أخذوه. تعال. تعال يلا يلا تعال، كلك ضرب تعال.
افتح الباب وما راح ارحمك. يلا افتح الباب. بس في عندك فوق، عندك ناس فوق. يلا يلا انزل انزل انزل. شيلتو اسطورة. في حد تاني. اوف في ناس بال في ناس بعد بعد في ناس في ناس في ناس فوق فوق. في واحد فوقنا، في واحد فوقنا. يا اخي مو طبيعيين، كل الاسلحة موجودة باللعبة. اوف اوف وين راح؟ في واحد كان هون. أعطي أرنب. معك شي درع شي قصة؟ اوف 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 ولاو. ما معي موارد. اهرب اهرب، ما معي موارد. ما معي موارد، مشكلة. روح روح لعند هذا الصندوق، روح لعند هذا الصندوق. ولاو بلش يضربوني. شو هاد؟ اوه شك شك يطلع لي جك جك. أكلك. لا تروح لا تروح لا تروح يا مالك، ما تروح ما تروح. في عدة أشخاص. أكل واحد مني 95. هذا لولا معي غير هاي لكن جلدته. شوف الناس هناك. يا حرام بقول لك الضرب، يا حرام ما صفته كتير بعيد كتير بعيد. هذا
هذول معاد على فكرة وما واضحين. اوف اكره 95 مني. شو روحك يا مالك؟ شو روحك لعنده؟ ما معي موارد انا، يعني شو روحك لعندهم؟ شوف اكلناها، شافني. بلاها يعني، بلاش الروحة كلها. والله من فوق راسه. اهرب يا معلم. لا انزل، علقت. اخي ما بطل معي موال. متت انا، متت 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 خلص، فهمت رح اموت. ما معي موارد، ما معي موارد، هاي المشكلة. مشكلة ما في موارد يا اساطير. هذا هو كان الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، وما تنسونا بلايك تعليق حلو. بصراحة هذا الطور كتير صعب صراحة. ولا مشوفكم بخير، وتضلوا بخير، والسلام عليكم.